للوقوف عند العقوبات الأمريكية على إيران وأثارها على النظام في طهران، ينضم إلينا عبر الهاتف من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم. أستاذ طارق، مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال أقر بعقوبات جديدة على إيران، وقال إنه لن يسمح بتعريض العالم لخطر الصواريخ الباليستية. لكن هنا، هل أثرت العقوبات على النظام الإيراني وليس على الشعب الإيراني أستاذ طارق؟ بكل تأكيد النظام الإيراني يعني هو الخاسر الأكبر من منذ العقوبات الأمريكية والأممية التي استطاعت أن تضعف هذا النظام سياسيا اقتصاديا وتسليحاتيا، خلينا نقول في منطقة الشرق الأوسط. فالنظام الإيراني الآن ليس في حالة إعادة تموضع، بل هو في حالة انسحاب من مناطق كثيرة في الشرق الأوسط مثل الحوثيين وسوريا والعراق. بدأوا يقلصون هذا الدور، وبدأوا يقطعون أذرع الأرهابية والعسكرية في تلك المناطق. هذا بالإضافة إلى الضعف في ميزانية الدولة، هنالك تراجع كبير في ميزانيات إيران في السنوات الأخيرة، وآخر تلك الضربات الاقتصادية خلال 48 ساعة الماضية انهارت العملة الإيرانية انهيار غير مسبوق، ليصل معدل الدولار الأمريكي في أسواق طهران 280 ألف ريال إيراني، وهذا ينظر بكارثة اقتصادية كبيرة في الأفق. وهنالك نستطيع أن نقول أن انهيار اقتصادي جديد مرتقب في الأسابيع وفي الأشهر. طيب أستاذ طارق، من تأثر أكثر من جراء العقوبات، النظام الإيراني أم الشعب الإيراني أستاذ طارق؟ بطبيعة الحال النظام الإيراني، بما أنه هو نظام إيديولوجيا ويريد أن يطبق هذا المشروع الشيعي القومي الإيراني، خلينا نقول يعني مزيج من القومية الإيرانية بالهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، وهنالك نظريات النظام الإيراني يطورها بأن لدينا جذور في العراق وفي العراق وفي اليمن وفي مناطق أخرى في منطقة الشرق الأوسط. هذا بالإضافة إلى المشتركات المذهبية التي تربط بين إيران وبين تلك الدول. بالتأكيد سيكون الدور الكبير والقيمة الكبيرة من الميزانية المالية الإيرانية تخصص وخصصت إلى مؤسسات ومنظمات عسكرية مثل الجيش الإيراني، مثل الحرس الثوري الإيراني، مثل قوات البسيج، ومثل الميليشيات التي تعد بالعشرات في سوريا وفي العراق وحتى في الداخل الإيراني. بالتأكيد هذا سيؤثر سلبا على السلة الغذائية للمواطن الإيراني، وستجلب الفقر للعائلة الإيرانية، وستجلب كثير من العقبات الاقتصادية للمواطن الإيراني. أستاذ طارق، هذا التأثير على الاقتصاد الإيراني، تعتقد أنه يمكن أن يدفع نحو وقف برنامجها النووي ومن ثم الصاروخي؟ تعتقد ذلك؟ أولا هذا النظام بما أنه ذاهب إلى طريق المساومات، فقبل أكثر من شهر النظام الإيراني باع وبصراحة جنوب جغرافية إيران وهي الأراضي الأحوازية، باعها بكلها بكل مشاريعها وموانئها واقتصادياتها لمدة 25 عاما إلى الصين بغية المساومة والتنسيق العسكري والأمني والاقتصادي والسياسي والدعم السياسي الصيني لإيران مقابل وجود الصين في تلك المناطق والاستفادة من ثروات هذه المناطق التي هي تعتبر الجزء الأكبر من الاقتصاد الإيراني والمورد الأكبر لهذا النظام. بالتأكيد هذه الأمور وهذه المساومات هي تصب في مصلحة النظام الإيراني وتصب في خانة بقاء هذا النظام الإيراني في سدة الحكم في إيران، وهنا هنالك ارتقاب لمزيد من التصعيد وهنالك ارتقاب لمزيد من العنف في منطقة الشرق الأوسط. أستاذ طارق، العقوبات الأمريكية شملت أيضا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بحسب وزارة الخارجية، هل تعتقد يعني بدأت سياسة جديدة للعقوبات تستهدف تجفيف المنابع؟ بصراحة القول، في جلسة في اجتماع يوم أمس لستة من وزراء دولة السيد ترامب، من وزراء دفاع وخارجية ووزارات أخرى، هنالك كانت تسميات ووضع نقاط على الحروف، وأجابوا بالأسماء السادة دسكوليان، كمال وندي، نيكولاس مادورو، وكثير من الذين كانوا ولهم المشاركة القوية
في دعم برنامج إيان النووي ودعم برنامج إيان التسليحي الخطير الذي يعتبر هو من أخطر أنواع يعني الأسلحة التي يعني موجودة تحت السلطة وبقوة يعني عند استخدام دولة هي تعتبر من الدول الغير مرغوبة بالعالم. بالتأكيد هذه العقوبات هي تنظر وتعطي طابع جديد يختلف عن غيرها من العقوبات ومن التهديدات ومن البرامج التي أتت بها السياسة والإدارة الأمريكية الحالية. ونستطيع أن أستاذ طارق، الخارجية الأمريكية في تعليقها على العقوبات قالت بأنه يعني طهران تمول الإرهاب ولا يسمح لها ببيع صواريخ باليستية. إذا كان النظام في طهران يصنف بأنه إرهابي، لماذا لا تدفع الولايات المتحدة إلى إجماع دولي لإسقاط هذا النظام؟ ما الذي يؤخرها مثلا؟ الولايات المتحدة منذ مجيء الإدارة الأمريكية الحالية اشتغلت وعملت بجد على تطوير هذه الفكرة وهذا المشروع، وهنالك مكاسب كبيرة حصلت لإدارة ترامب في هذا الموضوع وأبرز تلك المكاسب هي إجماع إقليمي على أقل تقدير، إجماع إقليمي بضرورة التصادم وحجم وتحجيم دور إيان في حدودها. فهنالك كثير من التصريحات كانت تقول بأن يجب على النظام الإيراني أن يغير من سلوكياته ويجب على النظام الإيراني أن يرجع إلى حدوده، وهذا كله هو يعتبر أمر غير طبيعي في مجموعة وفي منظومة دولية تريد أن تكون وتستمر في معاوداتهم ويعني تبادلات تجارية واقتصادية واجتماعية بالعالم، لا سيما الآن في ظل وجود أزمات كبيرة مثل أزمة كورونا. هنالك وجود عامل يعني لا يسمح بهذا التنسيق الدولي، وهو عامل خطير لديه الكثير من المخاطر، لديه الكثير من الأسلحة، وهو النظام الإيراني. بالتأكيد الولايات المتحدة كسبت واستطاعت أن تغير من رأي بريطانيا في هذا الموضوع، استطاعت أن تغير من رأي كثير من الشركات الخاصة غير حكومية وخرجت تلك الشركات من الداخل الجغرافي الإيرانية وتركت هذه يعني البقعة من دون استثمار، وهذا هو يصب بالتأكيد أستاذ طارق لصالح الولايات المتحدة ويصب بالتأكيد في بضرر النظام الإيراني. من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم، شكرا جزيلا لكم.